السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا هنزرع العنب. هنزرع العنب. العنب ليه مواعيد للزراعة. يتزرع في شهر 3 و4 و5 مع بداية الربيع. بس احنا هنزرعه دلوقتي. هنزرعه قدام حضراتكم دلوقتي. ماشي. هنشوف النتيجة مع بعض. قرب كده. دي زرعة الجهنمية. دي عقلة. بص عملية الانبات. لازم اهم حاجة اعمل لها عملية حفظ حرارة وتكون متخرمة من تحت. هنبدأ نزرع العنب. ماشي. هنجيب ايا كان الازايز اللي معايا. هنزرعها في ازايز. قبل اي حاجة اهم حاجة تكون الحاجة اللي معايا متخرمة من تحت. إذا كانت قصرية، إذا كان جردل، أي حاجة تبقى متخرمة من تحت زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدأ نقصها مع بعض. كده أنا مش هشيل دي. ديش انا اعمل لها عملية قمر. كده اروح اعمل لها عملية قمر عشان تساعد في النمو معايا. دي هنديها خرمين هنا تحت كده بالمقص. حضراتكم شايفين كده. خرام دي اهم حاجة عشان تنزل المية الزيادة، ما تعملش عملية عفون للنبات. نبدأ نحط التربة بتاعتنا. اهم حاجة في التربة، انا شغال بالتربة العادية، ما بحطش تربة مصنعة زي البطمس وغيره. انا بحط تربة من العادية بتاعت الاراضي العادية. زي ما حضراتكم شايفين كده. هاجي بقى هنا. اهم حاجة اجيب العود العنب اللي انا هزرعه يكون مكتمل زي كده. زي كده اهو. ده ضعيف مش هينفع. ده كده مش هينفع. هاجي بقى لما اجي اقصقص عشان ازرع العقل، لازم اسيب الاطراف دي. دي الاطراف دي اللي هتضرب معايا الطلق. دي اللي هتضرب معايا. لما اجي اقص كده.
زي ما حضراتكم شايفين كده اهو كده. هبدا ادي عمليه ري كده بسيطه. اثبت بيها التربه، اثبت التربه اللي انا ازرعها فيه. ابدا ازرع اهو، عدلته كده يبقى لفوق. اهم حاجه اخلي البذوز دي الطلق دي لفوق اهو. دي عملية ري تاني. عملية الري بعد كده حين نشفان التربة، يعني وقت ما احس ان التربة نشفت معايا اديها عملية الري. زي ما حضراتكم شايفين كده. عملية البلاستر دي لسرعة النمو، ان انا بكتم عليها الحرارة. عملية الري بعد كده لما اجي ازقيها هزقيها من فوق كده اهو. اهم حاجة ما اقفلش الفتحات دي تهوية، لازم كل حاجة بتزرعها لازم يبقى فيها تهوية.